رشيد وذي هزت انا شو قلت رشيد اخذ شاف مني عنويات ايه وشوي وش خلع ذبقه ايه وشوي احورنا بيتر ناس كثرت بيتر والسبب ديال هاد الغلا زعما في نظرك انت ايوا السبب ديالو كما كنقولوا عمر غادي ما عقلت على بطاطا دينا ب 1200 و 300 حتى عقلنا عليها هاد العام يعني كوم واحد المساله هي ديال والي وطلعت لك الثمن هذاك حوايج اخرين طالعين ماشي الشناقه ياك ها الشناقه مساكنه غدايين الشناقه مساكنه غدايين داين التهمه داين التهمه واه قول لي قول لي شكون اللي كيعمر السوق من غيرهم هما اللي محركين السوق الصراحه جيت لك الشناقه هما اللي محركين شكون ما كاينش هما والله في حتى واحد سبب موزغه موزغه هو غير غير قايد جا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعي ومتابعات ريفديه اهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من سوق الحد بني وكاين الحد العروي اليوم الحد نشوفوا السوق ديال الكسيبه كي داير منها نشوفوا السوق شنو داير ومنها نشريو شي بركه خدينا هذه البركه هذا 285000 2850 درهم السوق كما كيقولوا الناس ديال السوق التجار كيقول لك السوق مع العيد الكبير مقارنه مع العيد الكبير راه باقي هو هو ما هو حتى شي حاجه ما طاحت حتى شي حاجه شحال داير داك البركه 280 هذا داير 280 الف فرنك 2800 درهم حفيظ ما مشي السوق السوق نهار اخويا رشيد حسبه موزغه موزغه هو غير غير قايد جا 285 الف هذا قبل البركه سيدي غير سو الشطار الزقادي غوية الله العظيم يعني غرا ياك حافظ اري غرا اري غرا اري غرا ايوا الحمد لله شنو عيد مقراني اختارني قلني لا شنو عيد مقراني وزغت لي شيء شنو غادي يقبل البركه هو امين امين السي حافظ امين والحمد لله على كل حال الحمد لله او هذا 2850 درهم 285000 السلام عليكم السلام عليكم هانيه الشريف كلشي مزيان الحمد لله كي داير السوق اليوم اسيدي مزيان سوشي بخير احوري غلا اننا يشاني حرام لي غلا ايوا كرم محوري وين ثو اذا ملي صرت 150000 يا خاص شحال نيويت 285 الف 285 الف 285 285 ماشي تعذر لك كاين غدر ربي لا عذر كي دوبلي دايس ومن هني دو بوبي انه شاعر خرمش عذر احوري ثمار دواء وهذا ربي نغلا لا لا انا طبعا نخوا جيت النخوا ياك براني والو براني والو لا لا براني والو غير غاس ندير غابر غير اش كدا فتجحتني غلا والله فتجحت يعني اش كما مش تواريد السوق رخو اكل عيده مقران ما يغرى ما يهوى شويه ما ممش يهوى شويه واش خلع ذبقه يهوى شويه تحورنا بيتر ناس كثرت بيتر هو كفايه شفا الله يسخر الله يجيب تيسير السلام عليكم الشريف لاباس عليك كلشي مزيان الحمد لله صحه بخير من العيد الكبير ما شفناك ديما غادي هنا ديما راك هنا ياك ديما راني الحق ديما كاين هنا ياك نوض نوض شكون غادي يخدم عليك الله العظيم انا ما خدمتيش شكون غادي يخدم عليك والله الا بخير الله يحفظك كي داير السوق السوق اش غادي نقول لك السوق ما تفهملوش الغدا كاين السلعه ما كاينش المليح دقس كاين بوشي مليح حتى تما الثمن راه كاين الخروج يجيب الله داك الشيء اللي كاين واه كيبان لي بحال الحولي موجود ولا الحولي موجود ولكن ديال الثمن ديال الثمن داز النمره ديالو لا احسن عاود الفلاح اكثر من زعما داير الثمن اكثر من العيد الكبير دايز على هي هذا العام الله يستر مع الله يحفظ وصافي من العيد اللي هنا الشغل تقلب 260 60 حتى 260 260 هادو شي علاش بحال بحال ياك 260 جملة كيقول لكم بان باقي كاين الغلا شويه يمكن اكثر من العيد الكبير ياك لا كاين مازال يزيد مازال يزيد مازال زايد هي من هنا العيد الكبير نطلب الله يبدل الساعه من عنده امين امين والسبب ديال هذا الغلا زعما في نظرك انت السبب ديالو كما كنقولوا عمر غادي ما عقلت على بطاطا دينا ب 1200 و 300 حتى عقلنا عليها هذا العام يعني كوم
واحد المساله هي ديال والي وطلعت لك الثمن هذا كاع حوايج اخرين طالعين ماشي الشناقه ياك ها الشناقه مساكنه غاديين الشناقه مساكنه غاديين داين التهمه داين التهمه واه قول لي شكون اللي كيعمر السوق من غيرهم هما اللي محركين السوق الصراحه جيت الشناقه هما اللي محركين شكون ما كاينش هما والله في حتى واحد شنو غادي يدير في الباب كذا هذا الشيء كامل اللي كنشوف فيه هنا تقريبا غير الشناقه هما اللي كاينين تعطي 50 درهم يبيع لك والله ما يوقف عليها الماكله تاعها اكثر منها البصره كدير كدير بها الدرهم لا شوف هو بالنسبه للشناقه دابا الناس اللي كتهضر على الشناقه راه الشناق فيه وفيه دابا في ذاك الفتره ديال العيد الكبير كاين شي وحدين ماشي كيستغلوا الفرص نعم هضر مع السيد 260 خويا دابا شوف الشناق كيخدم على دور العام نكونوا واضحين ونكونوا هو في الحقيقه بيع وشراء ماشي شناق ماشي شناق الملقب بالشناق هو هذا كيحرك السوق دائما وسير اي سوق تلقاه تما السوق ديال الاقليم كامل كتلقاه تما هو اللي كيحرك الفلاح هو اللي كيحرك التجاره وبعض الاخرى كيديو ما يبيعش وديك السلعه كتسوق معاه جوج سوق ثلاثه والله هذا كيخسر فيها وكيبيع بالنسبه لدوك اللي كيبانوا من العيد للعيد هذوك ما كيتكناوش الشناقه هذوك هما يركبوا فوق الموجه هذوك كيتكنا بعض المراجع يمشي منهم كيديروا التجاره ديال البيزنس باش يكونوا واقعيين ويكونوا واضحين يعني هذوك تجار الازمات هذوك اصحاب الاحتكار اصحاب الاحتكار وكما كنقولوا كيكمل التجاره ديالو بالقول بالفعل دخل السوق وذاك الثمن اللي كطلبوا تما ياك دخل السوق دخل السوق وعطيه الدليل ممكن انا التجاره كيكون في السوق ما كيكونش في الاحتكار هذا كيتكلم في الاحتكار اللي كيكون بالنسبه للسواق ديال السواق ديال الكسيبه يعني كيبان لي هنا في الاقليم يعني العروين اللي باقي شويه شاد وصافي السواق الاخرين كتكون قليله 260 بالنسبه للسوق العروي هو عنده تاريخ معروف بالتجاره ديال الغنم وديال البقر واليوم راه ما بقاش السوق ديال العروي كما كان من الوقيته اللي كان السوق ديال العروي كان نعم سيدي فين هما التجار ديال البقر بعدا واش بقاو فين هما التجار ديال الغنم واش بقاو راه ما بقاوش هذا السوق هذا كان كيجي من المغرب كامل تقريبا كيجي معروف كاين السوق اللي كاينين ثلاثه السوق اللي كاينين معروفين الاقليم كاينين فهمتي ولا كاين بركان كاين العروي كاين تبغيات هما اللي كانوا معروفين البيع والشراء فينا هما البيع والشراء شقاو كل عام كاين قرض المشكل اللي الوجوه اللي شتي في العيد الكبير والله ما بقاو دابا ما كاينينش والله ما كاينينش ايوا نطلب الله يبدل الساعه امين امين الله يجيب التيسير الله يحفظك كنقولوا المسؤولين راه كيشوفوا في هذا الشيء هذا والحل ما بغاوش يديروه الحل رواحهم هما كيديروا الحل ولكن الحل ما بغاوش يديروه ما عادش خلينا نتربوا شويه تربيه زينه كيعاودوا لنا التراب ياك اوه ما تربيناش في الصغر وليدينا مساكين كنا هي معتمره منا ومنا تربوا شويه الله يحفظك الله يجيب تيسير الله يسخر امين بارك الله فيك اذا كما كتشوفوا هذه الاجواء ديال السوق الاسبوعي حد بني وكيل او حد العروي كتيبة موجود الخير ولكن الثمن شوية طالع كما قال الأجواء نتاع هذا أحسن من الأجواء ديال الكون كامل ياك الأجواء نتاع السوق خصوصا مع الصوت هو كيكون واحد الجو أحسن من الأجواء كاملة تمشي لأي عمل كما كان النوع ديالو ما تلقاش هذا الجو بحال هذا الجو ديال الأسبوع ديال السوق الأسبوعي فعلا ولكن مع الأسف راه غادي يكون من طبيعة الحال غادي يكون أشوف القياط من دابا لا لا والو شوف السوق والو تصبح السوق خاوي عاد زيد شويه ما غادي تلقى حتى واحد عندك نص ساعه لحد اللي فات دخلت انا مع 10 ونص يمكن كانوا شي جوج ولا ثلاثه د الحوالة عندك نص ساعه غيبدا يخرجوا من هنايا عندك نص ساعه غادي تلقى دابا شحال واحد بغى يخرج راه عنده طوموبيل دافي ممكن لا ونطلب الله من المسؤولين يشوفوا الفلاحه شكل امين 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 الله يجيب تيسير الاستاذ الله يحفظك الخير موجود ولكن غالي شويه